ابو يوسف ابو فهد اليوسف على هاشتاج البرنامج يقول اخوي الغشيان الحين منتخب كولومبيا ما فيه ولا لاعب يلعب بالدوريات العربيه وتقولون دورينا قوي وشلون؟ ابو يوسف دقيقه ابو يوسف، هل منتخب كولومبيا وجود لاعب عندك في منتخب كولومبيا معيار لقوه دوريك ام لا؟ اذا هو معيارك فعندك لاعب اسمه كويلار يلعب في نادي الهلال لكنه لم يضم للتشكيله لان اللاعب مصاب. هذه واحد. اثنين، تعال خذ لك لفة في أجانب الدوري السعودي تلقى أغلب اللاعبين يمثلون منتخباتهم الوطنية سواء وصلوا كأس العالم أو ما وصلوا كأس العالم. لاعبين كثر في الفيحة، في عندهم لاعب هو اللي مخرج إيطاليا من التصفيات، عندك كويفا، عندك كويلار، عندك الأهلي، كلهم لعيبة منتخبات سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أفريقيا. ما أبغى أعدد أسماء وأنسى أسماء لكن يعني كلهم موجودين، فالحمد لله إن انطبق المعيار اللي أنت تتكلم عنه معناته فعلا دورنا دوري قوي.